السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. هجوم حصل على صفحاتي على الفيسبوك بسبب حلقة زواج الزوج بزوجة تانية. فضلا وليس أمرا، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم معايا في إذاعة أم. ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. هجوم غير عادي حصل عليا بعد حلقة إن أنا قلت إن الست من حقها ترفع دعوة للضرر لما تعلم بزواج زوجها من زوجة أخرى. الضرر النفسي المقدر من ناحية المحكمة إن هي اللي تقول من حقها انها تكمل ولا مش من حقها، يعني او هي حابة انها تكمل ولا لا. ازاي بقى نقول كده؟ يعني انا المفروض ان انا كده بهاجم الايات اللي جت في القرآن، وان انا وان الست مش حرة. يعني واحد معلالي تعليق بيقول لي مش على الفيديو، على صفحة القناة على الفيسبوك، ازاي الست مش حرة؟ مش حرة طالما انها عايشة كويس ومش ناقصة حاجة. اتجوز زي ما انا عايز، انا حر وهي مش حرة. قلت له لا، انا قلت لا، انت حر وهي حرة، انت حر تتزوج واحدة تانية وهي حرة انها تكمل او ما تكملش. في ست عندها استعداد تكمل عادي، نفسيتها تتقبل ده. كان عندها مشكلة وعارفة زوجها تزوج بسببها ليه، فبالتالي ساكته وما بتتكلمش، في يعني عايشه ومتقبله الامر الواقع. في زوجه لا، في زوجه يعني ممكن تفتن في دينها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما السيده فاطمه جه سيدنا علي رضي الله عنه يتزوج عليها، رفض النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج سيدنا علي كرم الله وجهه على السيده فاطمه، لان هي نفسيا ما قدرتش تتقبل ده. فعلشان ما تفتنش في دينها، ما تقولش في عقلها ده الدين هو اللي امره بكده، او الدين هو اللي سمح له بكده. فلما اقول الدين سمح له بكده يبقى خلاص بقى، يبقى الدين جاي على النساء. الدين الإسلامي أكتر دين كرم المرأة وعاملها معاملة طيبة جدا، حتى الآيات واضحة، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. مش هنقعد يعني أنت دلوقتي هتتزوج كذا، يعني حتى في القبلة، العدل في القبلة، أقعد بقى عد بقى، لا واحد اتنين تلاتة، إيه لا هنا، لا انا هنا عملت 10 قبل، لا المفروض هنا ناخد 10 قبل برضو لو زودت. يا جماعه موضوع تعدد الزوجات ده له اسباب ومبررات. ربنا لما اباح ده في ارامل، في مطلقات، في عنسات كتير، يعني او النساء اللي هم مر عليهم سن الزواج، في امراه بيطلع عندها مشكله مش قادره تنجب، في امرأة عندها مشكلة مش قادرة تكمل حياتها الزوجية او تعطي الزوج حقوقه. فبالتالي في الحالة دي من حق الزوج ان هو يفكر الزوج تاني، لانه ده حقه. حرام يعني ان هو مثلا الزوجة مش قادرة تدي حقوقها، الزوجة مش قادرة تنجب، هو عايز يبقى عنده اطفال، من حقه ان هو يفكر ان هو يتزوج من زوجة تانية. ده عشان كده ربنا ما عصرش الامور. هي الست عايشه وراضيه وعندها مشكله وراضيه ان الزوج يحلها بطريقه تانية خلاص. لكن ست انجبت الولد وانجبت البنت وقايمه بواجباتها الزوجيه على افضل وجه، وعملت كل حاجه ممكن، يعني الزوج ايده صوابعها بالبلدي كده زي ما بنقول، ايده صوابعها العشرة شمع للزوج عشان ترضيه، وهو مش راضي. لا هو عاوز يتزوج ايه دي ويتزوج دي ويتزوج دي عشان ايه؟ يكسر من المتع. زي ايه؟ زي يقول لك انا ادوق الفاكهه كلها، يعني الفاكهه البيضه والخضره والحمراء والصفراء والزرقاء وبتاع. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اذا نظر احدكم من 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 سيده او من امراه او اي حاجه خارج بيته فليعد الى بيته ويضع
كل الرغبه والشهوه في الزوج، لان البضع واحد، النساء في الاخر كلهم بيتفقن، اذا اتفق النور تساوت النساء. يعني ما فيش بقى ايه، لا كل، لا لازم انا يبقى معايا ربنا قال اتزوج 3 4، اروح اتزوج 3 4 لمجرد ان اتزوج 3 4، يعني مش لاي سبب كان. طب خلاص انت حقك اعمل اللي انت عايزه، لكن انا يعني اي واحده ست من حقها انها نفسيا تتقبل ان يكون لها شريك في الانسان اللي هي متزوجه، وفي واحده ما تقدرش. ولما قالوا يعني موافقه كتابيه من الزوجه، لازم ايه، موافقه كتابيه، لو عرفت وما قبلتش وانت تزوجت وحطيتها قدام الامر الواقع، مر عليها سنه، مر عليها سنه وافقت على الامر الواقع ده، خلاص مش هتنفع ترفع ده. انت لا، اول ما عرفتي والعياذ بالله ما قدرتيش تستحملي، رحت في خلال السنه ديت رفعت دعوه للضرر النفسي، باذن الله المحكمه هتطلقك لان انت ما استحملتيش الوضع ده. اكيش بقى تهجم عليها وتقولي انت بتهاجمي الاسلام، ولا انت لا انا حر وهي مش حره، طالما انا بقدلها كل عايشه ومش ناقصه حاجه، حيوانات هناكل ونشرب وننجب وخلاص يعني، ولا ايه؟ لا، في نفسيه، في الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، شبه النساء بالازازه اللي اقل حاجه فيها ممكن تكسرها، ممكن تعيشها تعبانه نفسيا، ممكن تعيشها مكسور. ليه؟ ليه هي ليه انت تعيشي مكسوره؟ ما تعيشيش مكسوره. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصى بينا في خطبه الوداع، قال رفقا بالقوارير، وقال ما اكرمهن الا كريم، وما اهانهن الا لئيم. لئيم الانسان اللي نفسيته مش كويسه، وبيفتكر ان الست دي وعاء للزواج، او وعاء للخلفه، او انها خادمه، او انها جايه تكمل له حاجه ناقصه في حياته. لا، انتوا بتكملوا بعض. الست مش مخلوق درجه تانية، بالعكس، يعني اسلام خلى الست دي جعل لها صوره كامله في القران الكريم، من اطول صور في القران الكريم صوره النساء، صوره النساء. النساء الام والاخت والزوجه وكل حاجه. في رجال بيهاجموا فكره ازاي انا اتزوج انا حر وهي مش حر. لا، هي حره، اثبتوا على موقفكم، ما تحسيش نفسك ان انت ايه بنت او سيده، فانت يعني حاجه كده ما لكيش لازمه في المجتمع. لا، بلاش الفكره دي، انت حاجه كبيره قوي قوي، والإسلام حطك في مواضيع كبيرة جدا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، نورتونا وشرفتونا في إذاعة أمل. على وعد مني برد على أي تعليقات أو استفسارات هنا أو على الخاص على صفحة إذاعة أمل وصفحة أمل سمير، هسيب لكم لينكات الصفحات دي في صندوق الوصف، فضلا وليس أمرا من فضلكم لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.